حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. تتوصل التحية بكم من هذا الموقع الرياضي ميدان الشيخ سلطان بن زايد للترث في منطقة سويحان، حيث تأتي التحية متجددة مع أشواط صباح هذا اليوم. وفي السباق الثامن ضمن هذه السباقات التمهيدية، تهانينا لمالك طليعة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري التي قدمت إبداعها في أول أشواط البكر وسجلت توقيت زمني مقدار 4:32. انطلق شوط جديد، انطلق تحدي مثير في انطلاقة القعدان، الشوط الرئيسي للقعدان، شوطا لا يقل أهمية عن الشوط الماضي بوجود وثقل هذه القعدان التي قدمت بإنجازاتها السابقة، قدمت في أول الأشواط لتأتي بمقاس الناموس. هنا نسير مع المقدمة، المركز الأول راصد يأتي على المركز الأول، راشد بن سالم بن محمد القيثاني المري يتقدم على الصدارة، وجود الرمادي على المركز الثاني محمد بن حزمي بن قناص العامري، بينما المركز الثالث فياتي شعار بن ياعد مع وجود مقنع خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري، ولكن بدأ بالتجاوز الدرع سالم بن يابر بن هياي المنصوري. والمركز الخامس هذا مزيون عبد العزيز بن يمعى بن مبارك الأحباب يتقدم بوجود وانطلاقة مزيون، يأتي في المركز الخامس خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. هذه النتيجة للمراكز الأولى من القعدان المنطلقة المتواجدة في أرضية هذا الميدان. ولكن شوفوا كم من القعدان المشاركة، جوائز نقدية للعشر المراكز الأولى في انطلاقة هذه الأشواط. الله، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى من يقود المسار. هذا راصد يترصد للأمتار الأخيرة ويراقب القعدان. الله، هذا القيثاني المري راعي راصد، راشد بن سالم بن محمد القيثاني المري يتحرك على الصدارة، راعي طليعة يأتي بوجود وانطلاقة اسم جديد مقنع يأتي ليقنع متابعينه، وينطلق أيضا بالمركز الأول على المقدمة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري بن هيا يتحرك، بالحزم يتواجد كذلك هرمز. وصل في هذه اللحظات حمد بن هدي بن بطيب بن ميثان الشامسي، يأتي بانطلاقة ووجود هرمز القادم بالانطلاق المثير، الفايز قادم يتحرك في هذه اللحظات. حاضر بن علي بن حاضر المزروعي معلنا بانطلاقة ووجود الفايز، ولكن الله، شوف المقدمة، شوف المركز الأول تجاوز إلى الصدارة تجاوز ذاتي وتلقائي على مقدمة هذا الشوط. بدأ بالانطلاق المثير، بدأ بالإبداع الكبير، هرمز على الصدارة، يأتي بالمركز الأول حمد بن هدي بن بطي بن ميدان الشامسي مقدما هذه النوعية، معلنا بانطلاقة هذا الاسم متواجدا على الصدارة من خلال هذا الانطلاق. شعار عرف الرموز، شعار عرف المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. الله، هذا هرمز يأتي ليرمز بالفوز والانتصار على علامة الناموس، دائما مع بنت ميثان يتقدم ليقود المسار بانطلاقة رائعة، بانطلاقة ذاتية على مقدمة هذا الشوط. الله، المركز الثاني رغم المحاولات القادمة، إلا أن المركز الأول من نصيبه يبدع في الأمتار الأخيرة دليلا على انطلاقه. هرمز إلى الرمز بمشيئة الله، هرمز إلى الرمز في الأيام القادمة، ينطلق بالمركز الأول حمد بن هدي بن بطي بن ميثان الشامسي. المركز الثاني كان رصادة راشد بن سالم بن قيثان المري، ثالثا أيضا حل مذخور مبارك بن سالم بن راشد الكتبي، الفائز حل رابعا حاضر بن علي بن حاضر
هذا المزروعي، والمركز الخامس شاهين محمد بن فارس بن علي بن سيف الخاطري. التوقيت الأفضل، التوقيت الأفضل بلا أي توامر، 4 دقائق 29 ثانية كان توقيت هرمز.